ككل سنة وخلال اليوم السابع الذي يحل بعد العيد المولد النبوي، ينعقد موسم أصبح معروف باسم السابع، وذلك بإحدى المناطق بالجامعة القروية لسيدي موسى المجدوب. هو موسم تنتظره قبائل مجدبة بفارغ الصبر، حيث يكون مناسبة لختان مجموعة من أطفالها من طرف ممرضين مختصين. وتتم هذه العملية وفق طقوس تتشبث بها القبائل منذ أزيد من 100 سنة، تكون بدايتها بمرافقة عائلة الطفل وهو محمل بين ذراعي أحد أفراد العائلة أو على ظهر والدته أو إحدى قريباتها، وطبعا بمصاحبة فرق غنائية شعبية من الطبالة والغياضة التي تردد مجموعة من الأغاني والأهازيج رفقة أفراد العائلة، وتظل تنتظرها إلى حين انتهاء عملية ختان الطفل، حيث تقوم بمصاحبتها من جديد إما نحو الخيمة المنصوبة بالموسم بالنسبة للعائلات المقيمة به، أو نحو إحدى وسائل النقل الخصوصية بالنسبة للزوار، والتي تكون في الانتظار قصد إعادة الطفل إلى بيت العائلة. ونظرا لكثرة الفرق المنتشرة بالفضاء القريب من الخيمة الإعذار، فإن هذه الحالة تتحول إلى ما يشبه مهرجان للغناء والرقص الشعبي أو الفولكلور، بفعل الحلقات مشكلة حول الخيمة، حيث يستمتع الزوار كثيرا بمشاهدتها وأحيانا بالمشاركة فيها، وينتهي الموسم في الفترة المسائية ليوم الختان. وزير انا الكاتب الاداري من هيئه الاحمر المغربيه عماله المحمديه. هذه المناسبه ديال السابع دائما كنحتفل العماله المحمديه باسبوع الختان بالنسبه للاطفال المتواجدين بتراب العماله. كنختنوا كل عام حوالي 200 حتى 250 طفل. دور ديال الهلال هو دور تنظيمي ودور مساعدات مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، هي المكلفه بهذه العمليه ديال التمويل الكلي لهذه العمليه. فهذا النهار نهار كبير عندنا كلنا، ونهار كما كنشوفوا كلشي محتفل وكلشي كيدعي لسيدنا. الله يكمل بخير والله يطول في عمر سيدنا. كنتقدموا باش نقول لكم باسم الشقيق ديال المحمدي بوزاره الصحه، لان حنا كنديروا واحد العمليه ديال الختان ديال الدراري هنا في الموسم ديال السابع ديال سيدي موسى المجدوب، وكنقوموا بالواجب ديال هاد الناس كاملين، وباش يكون كلشي داكشي غادي على حق وفيقه، وتكون مسألة قانونية، ما يكونش فيها داكشي ديال اللي ما كان داكشي كيكون معقول متقول إلى آخره، ونطلبوا الله يكمل الأمور بخير وعلى خير. حاج عندك هي بهذه المناسبة في العملية ديال الختان، واش ما كتلقاوش بعض الصعوبات؟ بعد النوبات كنلقاو بعض الصعوبات، وبعد النوبات كتكون الامور مزيانه. مثلا هاد الصعوبات مثلا؟ الصعوبات كتكون غالبا الاوقات من التنظيم. التنظيم ما يكون كل شيء، التنظيم هو اللي عليه الاساس، والتنظيم هو اللي كيسهل الماموريه لا على المعلمين على الممرضين ولا على الاطباء ولا على كل شيء. هذا الشيء اللي غادي نقدر نقول لك، وفوق من هذا الشيء نقول لك الله يكمل الامور بخير وعلى خير.
الاعذار للناس المشددة، وكنتمنى يكون ديجا عليه كلشي بخير وعلى خير. شكرا.